سنة سعيدة 2019، الله يجعل الدخل عليكم بالصحة والسلامة وكاع داكشي اللي كتمنوا إن شاء الله. وسنة سعيدة لخواتي المغاربة كلهم، وإن شاء الله جيسبيغ تكون هاد لاني 2019 حسن من ليزاني اللي دازو وبناني. والله يكمل عليكم بخير، وإن شاء الله تدخل 2019 إن شاء الله بزيد الرزق والصحة، وتحققوا كل المتمنيات ديالكم، ونشوفكم الفوق الفوق، ونكون حنايا السند ديالكم هاد المرة، ونعاونكم إن شاء الله باش أنكم تحققوا الأحلام ديالكم. بيس. سنة سعيدة إن شاء الله باش ما تمنيتوا جميع في المغرب وخارج المغرب. مرحبا بكم في مدينة السلم والسلام، مدينة مراكش. فنار كيحبوكم، حنا بلا بكم ما كاينينش. 2019 إن شاء الله يا ربي سنة الاحتفاءات وسنة الخير والنجاح للمغاربة كاملين من طنجة لقويرة داخل وخارج أرض الوطن عبر الدار. مرة أخرى كنقول 2018 يعني مشات وعدت، وأكيد خدت معها أفراح وخدت معها أحزان، ولكن 2019 كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنها تكون سنة الاحتفاءات وسنة النجاح، دخلها بالصحة والخير على المغاربة كاملين، تبقى بلادنا بلد أمن والأمان والسلم والسلام، وسعيدة الشرف عبر الدار. بغيت نقول لك على الجمهور اللي كيتابعني واللي كيتابع الدار، والسنة سعيدة يا غيب القاعدة، يا ودي السنة سعيدة، تدخلوا عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا. معكم كرباطة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.